السلام عليكم. ربما لا تكون الحداثة مسألة إشكالية في ذاتها بقدر ما تكمن المشكلة في استيراد الحداثة من حيث المفهوم والتصور والتطبيقات من بيئة أو مجتمع إلى بيئة أو مجتمع آخرين مختلفين تماماً في التكوين النفسي والثقافي. فالحداثة بما انطوت عليه من تصورات للكون والحياة وللإنسان والجماد وللذكر والأنثى تولدها آلة الأفكار الغربية التي لا تتوقف عن التغير والتحديث. هذه الحداثة كما يرى كتاب ومثقفون عرب هي التي تقود قاطرة الحديث عن المرأة عموماً والمرأة العربية على وجه التحديد، وهي التي تتولى كبر المواجهة المفتعلة بين الرجل والمرأة في المجتمع العربي. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتوقف في برنامج حديث العرب مع حال المرأة العربية لنسلط الضوء على واقعها المجتمعي والسياسي ولنبحث في حاجاتها وحقوقها والمعايير التي تحدد هذه الحقوق، كما نحاول فهم ظاهرة الاحتفاء بالمرأة عربيا ومعرفة إذا ما كانت هذه الاحتفائية المستمرة نتاجا حداثيا بالمفهوم الغربي أم هي تعبير عن تطور طبيعي لحاجات مجتمعية أصيلة في الدول العربية؟ أهلا بكم. نعم، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، وزينب الخنيسي الباحثة المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط، وعبر سكايب من عمان العاصمة الأردنية إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. نبدأ مع الأستاذة كندا من الناحية المجتمعية، وأقصد هنا مكانة المرأة في المجتمع ودورها الفاعل، ماذا يمكن أن يقال عن هذا الواقع، واقع المرأة من هذين الناحيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عند الحديث عن واقع المرأة العربية والمسلمة لا يمكن فصل هذا الواقع عن سياق الواقع العام الذي تعيشه المجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية والدول العربية. فالمرأة هي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وما تعيشه المجتمعات ينعكس بشكل أساسي على المرأة. عندما نتحدث عن الدول العربية والإسلامية في 100 عام الأخيرة فإننا نتحدث عن واقع شديد البؤس. هذه الدول تحولت إلى دول لنقل في تصنيفات العالم كبلدان عالم ثالث أو عالم متخلف، يسودها الفقر، يسودها الجهل، يسودها التخلف والفساد بشكل كبير. دائما تراجعت درجة، صارت دولا فاشلة. تمام، دائما ما تتسابق الدول العربية في مؤشرات الفساد، في مؤشرات سوء التعليم، في مؤشرات الاستبداد، في مؤشرات انعدام الحقوق، في مؤشرات الفقر والبطالة، مع أنها من أكثر الدول في العالم غنى بالموارد البشرية، غنى بالموارد الطبيعية. فبالتالي عندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن يعني انعكاس واقع مجتمعي على كافة الأفراد. لا يمكن أن أقول أو أن أخذ بوضع المرأة أو أن نناقش وضع المرأة واعتبره في سياق منفصل، وهذا يعني ما يحاول البعض تصديره ويحاول البعض الاصطياد في الماء العكر والاتهام بأن واقع المرأة العربية مزري في الدول المسلمة وفي الدول العربية. هذا الأمر لا يجب أن أنظر إليه بهذا المنظور الصغير وبنقطة التركيز هذه دون النظر إلى الساحة الكبيرة. فوضع الرجل ليس بأفضل حال، ووضع الأطفال ليس بأفضل حال. كل ما هنالك هو عبارة عن واقع متشابك نتيجة ظروف سياسية، نتيجة ظروف اقتصادية، نتيجة ظروف تتعلق بمنهجية الفكر ومنهجية التعليم وبمنهجية الاستلاب أيضا للمجتمعات الغربية والأفكار الغربية ومحاولة تقليدها. نعم. بادعاء التحضر وادعاء يعني التقدم. لا نريد أن نصل إلى نتائج سريعة، ربما هذا نتحدث عنه في المحور الأخير من الحلقة، لكن أنتقد الأستاذة زينب، يعني على صعيد المشاركة في الحياة السياسية نريد أن تحدثينا عن المستوى الذي وصلت إليه المرأة العربية، أو دعيني أعيد صوغ السؤال. نرى الآن وزيرات، مديرات، سيدات أعمال، نشاط واسع للمرأة العربية، هل هذا نهاية المطاف الذي وصلت إليه المرأة العربية أم ثمة ما وراء ذلك؟
برأيك. أولا وقبل كل شيء شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي تقتضي منا النظر إليها قبل الربيع العربي وبعد الربيع العربي، لأن بعد الربيع العربي حصلت طفرة كبيرة في كثير من الدول العربية في على مستوى مشاركة المرأة، ليست فقط كمرأة ولكن كمواطن عربي لأنه كان محروم من هذه المشاركة السياسية. في حقيقة الأمر قبل الربيع العربي كانت المرأة شبه مغيبة سياسيا وغير موجودة، وإن كانت موجودة فهي لأجندة وبروباغندا سياسية يراد منها التسويق على أن هذا نظام حداثي وهو نظام يسوق لنفسه للغرب، مستحضر تجميل يعني. نعم نعم، مستحضرات تجميل. نحن عندنا امرأة ونحن مدرن ونحن حداثيون، فنحن المرأة موجودة عندنا وهي متصدرة للمشهد السياسي، وعلى الرغم من ذلك لم تكن نسب المشاركة لم تكن كبيرة ولم تكن فاعلية. هذه الفاعلية لا نناقش فيها لأنها لم تكن موجودة بالفعل، ولكن حتى النسب كانت ضعيفة. فمثلا عندنا احنا في تونس كانت المرأة تشارك في الحياة السياسية، كانت في المعارضة أكثر منها فاعلية عند النظام لأنها في المعارضة كانت تشعر بوجود مشروع هي تدافع عنه. أستاذة زينب، يعني نظام مثل النظام التونسي، نعم، نظام حداثي، نظام غربي، نظام علماني، ما الذي يعيق أن تشغل المرأة دورا مهما في مثل هذا النظام برأيك؟ هناك هذا يعني إشكاليات كبيرة جدا مطروحة، يعني لو أجملناها اجتماعيا لنكون واقعين، هذه القوانين وهذه السياسات الكبرى العامة للدول هي تبقى ورقا حبرا على ورق ما لم تترجم اجتماعيا. فهل يجب علينا أن طرح سؤال هل المجتمع التونسي يقبل أن يوجد امرأة على رأس القيادة في تونس؟ فالمسألة هي تتعلق باختيارات المجتمع ولا تتعلق فقط بمجرد قوانين تصاغ ويراد منها التطبيق وتنزيلها على أرض الواقع دون أن تجد لها حاضنة اجتماعية. فاسمح لي أن أعود بالفكرة الأساسية، أن قبل الربيع العربي كانت مشاركة المرأة هي مشاركة صورية، ولكن بعد الربيع العربي هبت المرأة أن تكون فاعلة مثلها مثل المواطن العربي في كثير من المواقع وعلى كثير من الأصعدة. مصر، اليمن الآن متأخرة، ولكن إبان الربيع العربي وبعيد الربيع العربي بقليل كانت القوائم الانتخابية للمرأة اليمنية كانت حاضرة وحاضرة بقوة وفي مسودات إعداد المشاريع الدستورية وحاملات الدساتير وغير وغير وغير. نفس الشيء في مصر، نفس الشيء في تونس، نفس الشيء في الدول التي شهدت تحولات ديمقراطية صامتة على غير طريقة الثورات مثل المغرب. فكانت المرأة موجودة، ولكن عندما حصلت الانتكاسة والثورات المضادة عادت المرأة إلى موقعها على غرار المواطن العربي إلى عدم الفاعلية في المشاركة في الحياة السياسية. ولكن ذلك لا ينفي أن يوجد نساء، مثلا هناك نسبة بلغت مشاركة المرأة التونسية في البرلمان 30%، نفس النسبة تقريبا في لبنان الوزيرات وغير وغيره. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الجدوى من هذه المشاركة؟ هل هي مشاركة فعلية أم صورية؟ هل هذه المشاركة تعكس هواجس المرأة بما هي مواطن عربي، أم هي فقط يعني هي فقط منظر يريد النظام أن يصدر أو يرسل رسالة إلى الخارج نحن حدثيون على طريقة تمكين المرأة؟ سنبحثه أيضا هذا بعد الفاصل، لكن أعود أو أذهب إلى عمان. أستاذة إيناس، أسألك عن الموقع الذي تشغله المرأة العربية في المنظومة التشريعية، أو بمعنى آخر ما حجم هذا الموقع الذي تشغله المرأة العربية في المراسيم والقوانين والتشريعات الناظمة لعلاقة المرأة بالدولة والمجتمع؟ نعم، في البداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام. فعليا المرأة العربية في الوقت الحالي دعنا نقول يعني تقدمت في المجالات القانونية والتشريعية أو حتى في تقلد المناصب السياسية في الدولة. هناك العديد من المظاهر وهناك العديد من الحالات التي سمعنا بأنها فعلا يعني وصلت بجدارتها إلى تلك المواقع، ولكن يعني أذهب بما تفضلت به الأستاذة زينب فيما يتعلق بصورية هذه المناصب للمرأة، خاصة عندما نتحدث عن بعض الشروط التي تفرض على الدولة من أجل أن تقوم ب يعني تقليد المرأة بعض المناصب. وهذا الأمر موجود، يعني في يوجد لدينا نظام المراقبة التشريعية للدول وهي مربوطة بسياسات اقتصادية نوعا ما وبمنح وقروض تشترط على الدولة أن تقوم بعدة مسائل أو عدة أمور، من ضمنها تعزيز المرأة في الدور القيادي والسياسي. وهذا الأمر يعني
أصبح واضحا، ولكن نعود ونقول بأن المطلوب ليس الصورية في يعني أن تقوم المرأة بتقلد تلك المناصب، المطلوب أن تكون هناك فعلا يعني أن تستحق المرأة هذه المناصب وأن لكن توضع في أستاذة المكان إيناس، المناسب. قبل قضية الصورية والفعالية الحقيقية، أنت في الأردن، سواء كان في الأردن حيث تعيشين أو في سوريا أو في مصر، بحسب خبرتك القانونية، هل الدستور والمراسيم والقوانين التي تسن في الدول العربية يعني توصف علاقة المرأة أو حضور المرأة في المجتمع والدولة وفق القيمة التي تستحقها، أم هناك قصور تشريعي في هذه القضية؟ يعني لا، هناك بعض القوانين التي أنصفت المرأة حقيقة، ولكن ليس المهم في النص الجامد، هناك ما هو أهم في السياسات والممارسات، ويعني يعني ما يحدث على الأرض. دعنا نقول يعني هناك من القوانين ما يكفل حماية المرأة قانونيا، هناك ما يضمن أن يعني تتمتع في تلك الحقوق، ولكن عند التطبيق عند الواقع لا نجد الآليات التي تمكنها من ممارسة تلك الحقوق والحريات. يعني هناك بعض يعني يعني هناك تيارات دعنا نقول تدفع باتجاه أن تفعيل تلك القوانين التي وضعت في نصوص جامدة ولم يتم أخذها بعين الاعتبار لاحقا، خاصة عندما نتحدث عن قوانين يعني ماسة في حياة المرأة بشكل شخصي، مثل قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين العقوبات أو حتى قوانين العمل. تلك القوانين مهمة جدا، ولكن عند التطبيق قد نجد هناك قصور تشريعي أو قصور بالممارسة بالتطبيق، ومن واجب الدولة يكمن عندما القصور تسن أي التطبيقي، تشريع القصور العملي أين يكمن أستاذة إيناس؟ يكون فعليا في عدم وجود رقابة على مدى تطبيق هذا القانون من عدمه، يعني لا يوجد هناك آلية لمتابعة تلك الانتهاكات، لا يوجد آلية لاستقبال الشكاوى من قبل النساء اللواتي ينتهك حقوقهم المنصوصة بالقانون. هناك أيضا على صعيد الحماية القانونية لا يوجد هناك توفير لمساعدة قانونية لتلك النساء اللواتي يتعرضن لهذه الانتهاكات. يعني هناك العديد من العقوب يعني الصعوبات او العقبات التي تواجه المرأة المنتهك حقوقها، ونحن كمحامين يعني نشهد يوميا حالات مماثلة. ان لم يكن يعني القصور مجتمعي فهو في قلب وفي صلب السياسة المتبعة، سواء على الصعيد القطاع العام او القطاع الخاص. طيب أستاذة كندا، المجتمعات العربية بعد عام 2010، هذا العقد الأخير، العقد الذي يسمى اصطلاحا الربيع العربي، شهدت تغييرات حقيقية. بعض الدول العربية شهدت تغييرا في بنيتها السياسية، في بنية النظام، وبعضها في أشخاص النظام. هل يوجد ما يوحي للمرأة العربية بأنها منقوصة الحقوق، منقوصة القيمة في ظل التغيرات التي نشهدها في المنطقة العربية اليوم؟ دائما يتم التركيز على حقوق النساء وعلى وضع النساء في المجتمعات بقياسها من خلال مشاركتها السياسية وحضورها في مراكز صنع القرار، لكن يعني هذا الأمر ربما يكون مكان أو أداة جيدة للقياس في المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الأجنبية، في حين لو نظرنا إلى المجتمعات العربية سنجد أن هناك شريحة واسعة والشريحة الأوسع من النساء الحقوق الأساسية غائبة ما تزال حتى الآن. هذه المجتمعات تتذرع بذرائع العادات والتقاليد والأعراف والتي أحيانا تغطى بغطاء ديني، فهناك ما زال لدينا حالات من حرمان النساء من الميراث، ما زال لدينا حالة من إجبار النساء على الزواج، من منعها من المطالبة بحقوقها، أحيانا تحجيم قدرتها على العمل أو تحجيم قدرتها على الوصول إلى حقها في التعليم، تحكم في بعض الأحيان بسبب يعني حالة من الجهل وحالة من التخلف. هذا كله يفرض قيود على النساء. أصبح هناك حتى لو نظرنا إلى الإعلام، هذا الإعلام الحالي الإعلام العربي يسوق صورة معينة إلى النساء ويركز فيها فكرة أنها أداة وأنها سلعة، لا يركز، لا نجد
في الإعلام وحتى في الميديا العربية من يسلط الضوء على نجاحات سيدات من النساء أو أساتذات جامعيات أو مفكرات أو مثقفات أو صاحبات إنتاج وفير، هذا التصدير لشيء معين أو لوجه معين من التوجه المطلوب للنساء وإغفال إلى جوانب أخرى. لدينا الكثير من المفكرات، لدينا الكثير من النساء ذوات الفعالية المجتمعية، حتى النساء في البيوت، حتى الأمهات في البيوت، هناك من يحاول أن يبخس من قدر الأمومة وقدر من قدر المرأة العاملة أو المرأة الموجودة في أسرتها التي تبذل وقتها في تربية أبنائها. ما نريده الآن أن ننطلق باحتياجات المرأة وننطلق بمكانة المرأة من احتياجاتنا كمجتمعات عربية مسلمة بما يتناسب مع هويتنا وليس بمعايير مستوردة خلقت وأنشئت في سياقات مختلفة نريد أن نشدها ويعني نشكلها بما يتناسب مع مجتمعاتنا. هذا الإلباس وهذا الاستيراد لمفاهيم يعني يضيع قضية النساء ويشوش ما هي المشاكل الحقيقية والأدوار الحقيقية التي تنالها. طبعا الأستاذة كندا مصرة في هذه الحلقة لأن تصل إلى النتائج سريعا، لا بأس في ذلك، وقفة قصيرة تعقبها عودة لاستئناف الحديث. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن المرأة العربية في سياق حدثي. أستاذة زينب، يعني في سياق تحليل واقع المرأة العربية، هل يمكن القول إن ما نراه من منجزات تحققت للمرأة العربية هي تطور طبيعي للشعار الذي رفعه الكاتب قاسم أمين في القرن المنصرم وحمل العنوان نفسه تحرير المرأة؟ بمعنى آخر، هل نحن الآن نشهد تحرير المرأة العربية كما قال قاسم أمين، أم نحتاج إلى تحرير مفهوم التحرير؟ طيب، هذا السؤال يستدعي إجابتين في حقيقة الأمر. أول شيء توضيح أن بداية دعوات تحرير المرأة لم تبدأ مع قاسم أمين، ولكن بدأت قبل ذلك مع رجالات الإصلاح، مع ابن باديس في الجزائر، ابن عاشور في تونس، والدعوات لتحرير المرأة، أنك إذا علمت امرأة فأنك علمت مجتمعا بأسره. ثم خرجت يعني الدعوات، يعني لنقول المتأثرين بالغرب، ولقيت اهتمامات أكثر من بقية الدعوات، والتي أريد من خلالها التصوير والتسويق بأن تحرير المرأة كان دائما مرتبط بمسألة الحداثة وأنه منقطع عن البيئة الإسلامية وعن مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا كما أشرت أنت، هذا التحرير يحتاج، هذا المفهوم يحتاج إلى تفكيك وإعادة تركيب. ما الذي نقصد به تحرير المرأة العربية؟ هل نقصد باستجلاب النموذج الحداثي الذي نشأ في الغرب على عدة أسس، من بينها يعني ما عبر عنه فلاسفة الأنوار شنق آخر قصيص بأمعاء آخر إمبراطور، أي الانقلاب على الكنيسة وعلى القيم الدينية في الغرب، أو إلى ما وصل إليها نيتشه في عن إعلان الدين، موت الدين وانتهاء الإنسان المقدس في كتابه، عندما قال مت يا زرادش وحط نفسك إلى شظايا، يعني بمعنى كتاب زرادش نعم بمعنى أن تجاوز المنظومات الدينية سواء مع الحداثة أو ما بعد الحداثة. هل نحن نحتاج في بيئتنا العربية والإسلامية إلى صياغة وبلورة مفهوم التحرير انطلاقا من منطلقات المجتمعية وسياقات المجتمع حتى يكون متواكبا ومتلائما معها، دون تجاوز الغرب فيما يمكن أن نستفيد منه؟ لأن كما يقول عبد الرحمن ابن خلدون فيما يعني أورده في المقدمة عن التقدم والتأخر، يقول تقدمت أمة عندما تركت أسباب نهضتها وتأخرت أخرى، يعني عفوا تأخرت أخرى عندما تركت أسباب النهضة وتقدمت أخرى عندما أخذت بتلك الأسباب. يعني المرأة منذ البعثة إلى
ما قبل القرون الوسطى كانت فاعلة جدا داخل في المجتمع المسلم، ونقول أن الإسلام أعطاها مساحة كبيرة ولا أحد ينكر ذلك. يعني جوستاف فلوبان وهو مؤرخ فرنسي شهير قال يعني يعطون حقوق للمرأة من بينها الميراث، ولم تكن المرأة الفرنسية في تلك الفترة ترث بإنما تورث ضمن التركة. فنحن في حقيقة الأمر في حاجة أن نصيغ ونبلور هذا المصطلح بطريقة يكون متوائم ومتلائم وغير صادم للمجتمع، لأن أكثر شيء يعقد هذا المجتمع ويجعله لنقول يعني مشروع سياسي وليس مشروع إصلاح أنه يتعلق بفكرة معينة أو بيديولوجيا معينة يراد من خلالها فرض خيارات على المجتمع. فعلينا يعني نحن كنساء أن نتفطن لهذه المسألة، لأن في الأخير المرأة كما كانت يعني هي يعني مقموعة وحبيسة في القرون الوسطى، الآن أصبحت يعني أداة توظف من خلال هذه يعني الأدبيات والكتابات، ولا يراد منها إلا في بعضها تحرير المرأة، ولكن استعمال المرأة لأغراض وأجندات معينة. فهذا أكيد هذا المفهوم يحتاج إلى إعادة تفكيك وتركيب وصياغة، وأن ننطلق به من بيئتنا الإسلامية، أن نقر نعم يوجد مشكلة، لو لم تكن الإشكالية مطروحة لما كانت لتوجد. يعني نحن نقر بذلك أن هناك إشكالية، ولكن الإشكالية لا تتعلق فقط بالمرأة، كما يقول مالك بن نبي المرأة هي الوجه الآخر للإنسان. هناك إشكالية كبيرة جدا بعد ما دخلت الأمة في هذه العصور الانحطاط، هناك يعني إشكاليات لا تتعلق بالمرأة ولكن تتعلق بالإنسان. هناك مشاكل استبداد، هناك مسائل تخلف اجتماعي وعلمي وغير وغير وغير. نحتاج أن ننهض، أن تنهض، لا يمكن أن ينهض المجتمع دون المرأة، ولكن أن ننهض على أسس سليمة وصحيحة دون أن نتعسف على بيئتنا ومنطلقات بيئتنا بدعوى أن الحداثة وننطلق من المشترك الحداثي، يعني هو الذي يكرس الهيمنة الغربية، ثم نتجاوز مجتمعاتنا. يعني هذا في رأيي. طيب يعني لو سألنا في عمان أستاذة إيناس، يعني بعض المثقفين وربما يعني حقيقة يكونون كثيرين يقولون بأن المنطقة، بأن القوانين والتشريعات في الدول العربية هي تنطوي على قدر كبير من التمييز ما بين المرأة والرجل، بمعنى أنها تنظر نظرة دونية للمرأة. هل توافقين على هذا الكلام؟ إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أما أنك تنظرين إلى الموضوع من منظور نسبي، بمعنى أن التمييز قضية نسبية، ربما يكون التمييز بالنسبة للفرنسية هو تمييز، لكن بالنسبة مثلا للسعودية ما يحصل في الدول العربية ليس تمييزا. لو تحدثين عن هذه القضية. يعني دعنا نقول بمفهوم النسبية، ولكن ليس يعني بالطريقة التي تفضلت بها، هي متعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمرأة بشكل عام. اليوم عندما نتحدث على سبيل المثال عن يعني النساء في أوروبا و ما يطالب به الحراك النسائي هناك، هناك حقوق تتجاوز فعليا الحقوق الأساسية التي تفتقر إليها المرأة العربية اليوم. ولا نريد أن نتحدث اليوم عن يعني الحقوق التي ذكرتها مثل العمل والأحوال الشخصية وغيرها، نحن اليوم نتحدث عن نزاعات ومنطقة ملتهبة في الوطن أو العالم العربي، وهناك من الحقوق الأساسية التي يعني تصنف بأنها من حقوق الجيل الأول المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اليوم المرأة العربية محرومة منها، مثل حق بالحياة، الحق بالصحة، الحق بالحصول حتى على المأوى والمكان الآمن. هذه الحقوق فعليا عندما نحن نتحدث عن عدم توفيرها أو عدم وجودها، ليس بسبب عدم وجود قوانين تعطيها إلى المرأة، ولكن أعود وأكرر بسبب الممارسات التي على الأرض، بالإضافة وأنا هنا أعود وهنا وأنا عفوا أستاذ إيناس، وأنا أيضا أعود وأكرر لأسألك تحديدا عن القوانين والتشريعات، عن البيئة التشريعية الناظمة لقضية التمييز بين الرجل والمرأة. لو لديك، لو كان يتوفر لديك بعض النماذج أو الاقتباسات لقوانين، يعني مبنى القانون نصه ينص على أو ينطوي على قدر ولو خفي من التمييز بحق المرأة. هناك ما زالت للأسف، يعني نحن نتحدث بواقع موجود، هناك ما زال هناك قوانين تمييزية في الوطن العربي. نعم، مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث هنا في الأردن لدينا قانون الجنسية، قانون الجنسية على سبيل المثال يعطي الحق للمواطن الأردني الذكر بأن يقوم بتوريث الجنسية الأردنية إلى أبنائه، في المقابل
لا يمكن للمرأة الأردنية أن تورث أبنائها هذه الجنسية مطلقا. هذه القضية أريد أن أناقشك فيها أستاذة إيناس. يعني ثمة من يقول بأن هذا القانون ليس تمييزيا، وإنما ينسجم مع العرف العربي، بمعنى الذي يركز على قضية النسب، يركز على قضية الدم، يركز على قضية الهوية. هل يمكن تفسير الأمر بهذه الطريقة؟ لا يمكن، يعني برأيي أنا يعني كحقوقية لا يمكن أبدا أن نفصل يعني القوانين أو الحقوق أو نصنفها بأنها حقوق يعني للنساء وحقوق للرجال. لا يمكن هذا الأمر قطعا، خاصة عند وجود دستور يساوي ويعطي كافة الحقوق ويمنحها لكافة حملة الجنسية على سبيل الجنسية معينة أتحدث. وأيضا هذه المسألة كما ذكرت هي مسألة يعني موجودة في أكثر من دولة عربية، هي ليست موجودة فقط في الأردن. ولكن أعود وأكرر، هذه المبررات تساق بالمناسبة بأن هناك يعني عادات معينة أو حتى عرف معين موجود في تلك الدولة يعطي الحق للأب بتوريث أبنائه ولا يعطي الحق للمرأة. هذا بصراحة يعني هي مبررات يعني وضعت في هذا القالب، ولكن وراءها ما وراءها هناك يعني مصالح سياسية ونحن ندرك هذا الأمر. ولكن عند الحديث عن مفهوم قانوني بحت، عند الحديث عن عدم وجود فعليا نص يميز بهذه الطريقة، فنحن نتحدث عن وجود خلل. حتى يعني يقاس على ذلك العديد من الحقوق الأخرى. يعني إذا فتحنا بابا للنقاش أو سمحنا لأن تقاس الحقوق بأنها بعضها أنثوية وبعضها يعني للرجال، لا يمكن لنا الحديث عن إلى أي مدى يمكن أن يتوقف الأمر. وهذا فعليا ما هو حاصل. يعني أنا ذكرت لك هذا القانون على سبيل المثال، ولكن هناك قوانين أخرى أيضا يعني تميز هذا الخلل. هذا الخلل الذي تتحدثين عنه في البيئة التشريعية أو في المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بالمرأة، هل هو خلل بنيوي مرتبط ببنية المجتمع، أم هو خلل حادث طارئ؟ بمعنى آخر، هل هو انعكاس لموروثات وثقافة مجتمع ما، أم هو تجسيد لمسار سياسي ما رأى المرأة في موقع ما من المجتمع فجاءت القوانين متفقة مع هذا المسار السياسي؟ يعني الأصل في القانون أن يكون انعكاس للمجتمع. يعني دائما يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد في ذات المجتمع، والتي تنسجم مع ما يعتقد هذا المجتمع. لا يمكن فرض يعني قيمة مجتمعية جديدة من خلال قانون إلا إذا كانت القيم المجتمعية السابقة يعني هي على خطأ قولا واحدا. ولكن يجب أن ينعكس القانون أو يعكس القانون ما يفكر وما يعتقد به المجتمع ككل. عندما نتحدث عن بعض الحقوق التمييزية، لا يمكن أبدا أن يتم إلغاء هذه الـ يعني المعتقد أو هذه القوانين أو هذه النصوص بين ليلة وضحاها. نحن ندرك ذلك، خاصة عندما نتحدث عن يعني أجيال تعاقبت يعني واعتادت على وجود هذه القوانين. ولكن علينا أيضا أن نرسخ فكرة أن المرأة هي فعليا لم تكن سواء في الدين الإسلامي أو حتى في العادات العربية الأصيلة، لم تكن في المظهر الذي نراه في القوانين التمييزية. لا يمكن أبدا الحديث عن أن القوانين الناظمة أو التنظيمية هي تخالف ما اعتدنا عليه مجتمعيا، ولكن بنفس الوقت هي لا تخالف ما تربينا عليه دينيا على سبيل المثال. وهذه مفارقة يعني يجب التركيز عليها كثيرا، لأن الكثير من الأشخاص يخلطون ما بين العادات والتقاليد والدين كذلك الأمر. حتى لا ندخل في حتى يعني لا نقع في هذا الخلط أيضا، نريد أن نحرر المصطلح مع كندا. يعني كانت عندما بدأت لكنة أو ظاهرة تحرير المرأة في عصر الإصلاح، يعني رفاعة الطهطاوي وحتى مشايخ وزعماء المغرب العربي وحتى في المشرق، كان المصطلح المستعمل هو تحرير المرأة، مصطلح دفاعي، إخراجها من الأسر. اليوم المصطلح الذي يستعمل هو تمكين المرأة. هل يمكن فهم بلغة المصطلحات أن المرأة حققت النصر في عملية التحرير وانتقلت إلى التمكين؟ وإذا كان الأمر كذلك، ماذا يمكن أن يفهم من هذا الأمر؟
مع الأسف معركة المصطلحات هي معركة خداعية، أو أنها يعني تحاول أن توهم بأننا يعني حققنا شيء ما وأننا ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وخاصة أن هذه المصطلحات يعني نتلقاها من الآخر أو نتلقاها من الغرب بدون أي تمحيص وبدون أي قياس وبدون أي تقييم. على سبيل المثال يعني عندما نتحدث عن تقاعس او عدم يعني عدم فاعليه المجتمعات العربيه والحكومات العربيه، ساتحدث الان عن سياق الاستجابه الانسانيه والامم المتحده التي تفاعلت فيها مثلا مع الحاله السوريه، مع الاحتياج السوري ومع احتياج النساء السوريات. حتى الان لدينا عشرات الالاف من النساء المعتقلات في السجون، لم يتم احد او لم يتبرع احد او لم يعني حتى من المنظمات المناصره لحقوق النساء بالحديث عنهم. لدينا الان قرابه 1.5 مليون شخص موجودين في المخيمات في ظروف غير انسانيه، اكثر من 60% منهم نساء واطفال اناث. لو رجعنا الى قوانين الامم المتحده في الاستجابه الانسانيه وما فرضته هي عن الحدود الدنيا التي يجب ان تراعي فيها احتياجات النساء خاصه، هذه الحدود لم نصل الى ربعها. النساء ضمن هذه الاستجابه التي تشرف عليها الامم المتحده اهملت النساء واهملت اعطائهم حقوقهم واهملت ان توجه لهم الدعم المطلوب، في حين ان الدعم الذي جاء للنساء توجه في شيء ليس ذو اولويه، توجه في قضايا التمكين للنساء الممكنات، للنساء اللواتي هن في وضع افضل، لم يلتفت للشريحه التي تحتاج فعلا للمساعده، لم يلتفت للشريحه الاضعف والشريحه الهشه، بل على العكس تجاهلها وكانها غير موجوده وطالبها ان يعني ان تراعي امورها بنفسها، وبدا يتحدث عن مفاهيم تحت ستار التمكين تهدف الى تغيير فكري وتهدف الى تغيير ثقافي وتهدف الى يعني الدخول بقضية المرأة واستخدام ملف المرأة كمدخل لتغيير مجتمعي على المجال الاجتماعي، على المجال السياسي، على المجال الاقتصادي. كل هذه المشاريع التي صرفت وكل هذه المشاريع كانت مشاريع ليست ذات أثر فعلي، لم تنبع من الاحتياج الحقيقي، لم تتوجه للفئات المحتاجة والفئات الأكثر ضعفا، على العكس مكنت فئة معينة، صدرتها إلى الواجهة، أقنعت العالم بأن النساء وضعهم يتحسن، مع العلم أن هناك جانب آخر مخفي لا أحد يريد الالتفات له ولا أحد يريد تسليط الضوء. إذا سمعك سامع الآن وقال إن كندا يعني من المؤمنين كثيرا ومن المبالغين بنظرية المؤامرة، فماذا يمكن أن يجاب؟ أنا أتحدث بلغة الأرقام والإحصائيات والدراسات. ما نتحدث به حاليا عن أن النساء مثل على سبيل المثال ولأخذ الشريحة الأضعف في المخيمات، أقل أو أهم الاحتياجات الإنسانية وهي المرافق الصحية، هذه المرافق الصحية غير موجودة. هذه الأمور الأساسية هي يفترض أن تتم ضمن سياق الاستجابة الإنسانية وأن تراعي هذا الاختلاف. هذا أبسط مثال. سأتحدث عن موضوع التعليم، سأتحدث عن موضوع المنح التعليمية. حتى الآن لم تدعم أي جهات أجنبية منح مخصصة للنساء، في حين أنها دعمت الكثير من المشاريع الأخرى التي يعني تحت ستار التمكين وتحت ستار التمكين الاقتصادي بشكل أساسي، ولكنها لو نظرنا إلى مخرجاتها، هذه المخرجات مخرجات هزيلة، لا هي مكنت المرأة من الحصول على عمل ولا هي ساعدتها على الدخول أو تحسين المجتمع أو على كفاية نفسها. لكن هذا ألا يعكس رخاوة المجتمعات العربية؟ هذا واقع، ويعني هذه المجتمعات التي خرجت من اضطرابات وخرجت من مشاكل سياسية وخرجت من منطقة ملتهبة تزداد التهابا يوم بعد يوم وتدخلت فيها كل الأيدي الإقليمية والدولية، لا يمكن أن نتجاهل الأحداث الخارجية والأحداث السياسية، ولكن أيضا هناك دور مخرب، من يأتي إلى المجتمعات العربية يرفع دعوة تحرير المرأة وتمكين المرأة ثم يقوم بالعملية بشكل معكوس بحيث يعزز ضعف شريحة من النساء ويقوي شريحة أخرى بغرض إحداث تغيير هندسة المجتمع، تمام، إحداث تغيير ثقافي، تغيير فكري، استثمار مظلومية النساء واستثمار مظلومية شريحة معينة من النساء وتهويلها، بينما يتم التغاضي عن مشاكل
أعمق وأكثر تأثيراً في المجتمع، هذا الأمر لا يمكن أن نأخذه بحسن نية ونأخذه بشكله السطحي. طيب أختم هذا المحور مع الأستاذة زينب، يعني بكثير من الموضوعية والانفتاح مع بعض. كثر الحديث كثيراً عن المرأة العربية وعن حقوقها، لكن لا يمكن أن يترك الأمر كيفما اتفق هكذا فوضى، يعني حقوق المرأة العربية. ما المعايير التي ينبغي أن ينطلق منها الساسة والمثقفون والكتاب والمفكرون في وضع في الحديث عن هذا الموضوع، موضوع التحرير أو موضوع التمكين أو موضوع الحقوق؟ سؤال جميل جدا. في حقيقة الأمر إن مسألة المعايير هي مسألة مهمة جدا، وغياب المعايير أو كل إنسان يلقي بمعاييره من ذاته جعل هذا المشروع تحرير المرأة بين قوسين، يعني إما نخبوي وإما إيديولوجي وإما فئوي. فالمسألة أن انطلاق من البيئة، انطلاق المشروع من بيئته أو المشروع يجب أن يكون له من عديد المرتكزات، وإلا سوف يكون كما أخبرتك يعني مجرد يعني هو جدالات كلامية لا أكثر ولا أقل، أو ربما في بعض الأحيان يتحول إلى فرض خيارات مجتمعية مثل ما حصل في عديد الدول كما أخبرت قبل ذلك، منها تونس عندما يعني تحرير المرأة جاء أكثر من فرض خيار. يعني هذا أريد أن نصيب الواقع بشكل مباشر أستاذة زينب، يعني هل تحرير المرأة أو تمكين المرأة العربية ينبغي أن يكون منطبقا أو مطابقا تماما لتحرير المرأة في المكسيك مثلا؟ طيب سأقول لك مسألة. بعد ما سقوط نظام بن علي في تونس، الحركة النسوية شعرت بالخوف الشديد وخرجت في مظاهرات في تونس ورفعت حقوق شعارات حقوق المرأة وكانت خائفة جدا. ما سبب هذا الخوف؟ السبب هو أن عودة حركة إسلامية للنشاط بعد أن كانت محظورة في الحياة السياسية في تونس. في ذلك الوقت أنا طرحت سؤال، هل أن حقوق المرأة بهذه الهشاشة وهل أن الشعارات التي كانت مطروحة موجودة يعني هي ضعيفة إلى درجة أن تهدد بهذه السهولة من قبل الحركة الإسلامية في تونس؟ وهل هي كانت خيارات مفروضة على المجتمع أم كانت نابعة من المجتمع التونسي؟ أكيد ليست حاجيات المرأة العربية مثل حاجيات المرأة في المكسيك، وليست حاجيات المرأة في العربية مثل هذه المعايير هنا. نعم، هذه المعايير. هناك أصلا الحقوق كما يعني أخبرنا الزميلات أن المرأة العربية في عديد من المسائل لم تمكن حتى من الحقوق الأساسية. الآن نتحدث عن المشاركة السياسية، ولكن حتى الحقوق الأساسية البسيطة لم تمكن منها. المرأة تشكل نسبة أكثر من 50% من العاملات في المجال الفلاحي على سبيل المثال، ولكنها لا تملك سوى 10% من الأراضي الفلاحية، والسبب أن حرمانها من الميراث. مع أن الحرمان من الميراث هذا أمر كرهه العرب في الجاهلية، والإسلام فرضه وأنزل فيه صورة كاملة اسمها صورة النساء، وتوعد أن بكل إنسان لأن من لم يمكن المرأة بحقها، وتوعده الله عز وجل بآيات يعني شديدة التغليظ في العذاب في القرآن. وعلى الرغم من ذلك يعني أنا تربصت في محاكم وكنت أن أقسم المواريث، فكنت أتعجب من بعض التركات، هذا في تونس أفتحها ولا أجد فيها امرأة، أقول هل كل هؤلاء ذكور؟ أين النساء؟ يعني حتى في يعني يتصور بعض أن حتى في الدول التي تمكن المرأة من حقوق وتدعي بأنها وصلت بحقوق المرأة إلى مستوى كبير جدا، لا تمكنها من هذا مثلا مسألة الميراث، وهي مسألة شائكة جدا. فأكيد بكل تأكيد ليست حقوق المرأة في المكسيك نفسها المرأة في يعني معايير الخصوصية العربية، المعايير الخصوصية. لو هذا حصلت مسألة، لو تواصلت النخب الثقافية في فرض الإسقاطات، لنقول الإسقاطات في مسألة حقوق المرأة، يعني مثل ما المرأة في المكسيك هي نفسها المرأة العربية، فإن هذا لن يصل بنا إلى شيء، وسوف يظل هذا المشروع مشروع جدالي وهو إيديولوجي، وهو يعني فقط للمهاترات الكلامية لا أكثر ولا أقل. إذا أردنا أن نرتقي بالمرأة علينا أن ننطلق من مشاكل المرأة الفعلية والواقعية، وأن تتلائم مع المجتمع، أن تكون صيرورة اجتماعية وهي ناتجة حقيقة على المجتمع، ليس إسقاطات مجرد إسقاطات فكرية أو يراد من ورائها تسويق لأجندات لإعادة هندسة المجتمع في حقيقة الأمر. طيب نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم أستاذة إيناس. كيف يمكن
أن 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 يسهم القانون في الدولة العربية، أي دولة طبعا، في ضبط الحديث عن المرأة العربية بحيث لا تصبح قضيتها شماعة لتحقيق مكاسب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وبحيث لا يصبح الأمر فوضى أو لا يقع التصادم بين هوية هذه المجتمعات العربية وبين ما ينبغي للمرأة من حق فطري وطبيعي من الناحية القانونية والتشريعية؟ أنا نعم، يعني أولا احترام المرأة يجب أن ينعكس في القانون، يجب أن يكون هناك انعكاس لاحترام المرأة ككل، كمجتمع أو مكون في المجتمع، مكون أساسي في المجتمع. لا يمكن أبدا الحديث عن المرأة كمثلا سبب للحصول على منحة أو قرض من صندوق النقد الدولي أو حتى لزيادة رصيد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لا يمكن أبدا الحديث عن كون المرأة هي فقط مجرد، يعني دعنا نقول بين قوسين، ديكور في سواء المجلس التشريعي أو مجلس القضائي أو أيا يكن. لابد من أن يكون هناك إيمان بأن هناك من النساء من هن قادرات على تولي تلك المناصب، وأن يكونوا هم على نفس الكفاءة ونفس الجدارة إن لم يكن أفضل من العديد من الرجال الذين تولوا فعلا هذه المناصب وهذه القيادات. لابد من أن يكون هناك يعني تصدير للعديد من النماذج الناجحة في المجتمعات التي لم يسمع أو لا يسمع عنها أحد فعليا. هناك منجزات عظيمة تنجز يوميا على يد نساء، ولكن لا يسلط الضوء عليها حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي إيمان المجتمع بهذا المكون الرئيسي أو بالنساء في مواقعهن شتى، حتى يكون هناك أيضا بعد ذلك انعكاس لهذا اليقين وهذا الإيمان على القوانين. هذه السلسلة الطبيعية حتى نحدث التغيير الإيجابي، ليس التغيير المفروض كما تحدثتم يعني وتحدث الضيوف الكرام. نحن لا ننتظر إملاءات من الغرب أو حتى من أي دولة أخرى حتى نقوم بتطوير مجتمعنا. هناك من الأخطاء ومن السلبيات في كل مجتمع. نقطة مهمة أستاذة إيناس، نقطة مهمة ذكرتها، وهي أن لا تأخذون الإملاءات من الغرب وأنكم تعبرون عن حاجة المجتمع. طبعا أتحدث بالصيغة الجمعية، لكن في السنين الأخيرة في مرحلة الانتفاضة العربية التي شهدتها أكثر من دولة عربية، شاهدنا تغييرا في البيئة التشريعية والقانونية في عدد من الدول العربية، وأضرب مثلين السعودية والإمارات. سؤالي، هل هذه التغيير الذي شهدناه هو تغيير عميق حقيقة، هو جاء نتيجة تطور مجتمعي قانوني تشريعي طبيعي، أم هو انعكاس لإرادة حداثية قهرية فرضتها أحداث الانتفاضة العربية؟ يعني لا يمكن وصف الوضع في يعني على سبيل المثال السعودية بأنه كان قبل هذه التعديلات كان وضعا سليما. يعني بكل الأحوال كان هناك خلل ومتجذر، وكان يعني هناك إصرار على هذا الخلل، وكان هناك يعني مبررات تساق يعني بجوانب عدة، ولكن كان دائما يعني هناك تغطية وتستر يعني على هذا الوضع، على الرغم من أن يعني كان الأمر واضحا للجميع. الأمر عندما تغير فجأة، يعني هو كان في سرعة هذا التغيير، هذا ما قصدته في المراحل التي ذكرتها قبل قليل. يعني التطور الطبيعي للمجتمعات حتى يكون هناك قبول للأفكار، حتى يكون هناك يعني اندماج دعنا نقول في كافة مناحي الحياة. نحن نتحدث عن المناحي الاقتصادية والاجتماعية وأيضا يعني بالأعراف ككل. لابد من أن يكون هناك تطور تدريجي، ولكن ما حدث في السعودية كان يعني نتيجة وجود رؤية جديدة. ربما كان هناك دوافع سياسية أو دوافع متعلقة بالعلاقات الدولية للسعودية مع دول أخرى، ولكن يعني واقع المرأة بكل الأحوال أصبح يعني يشبه واقع المرأة في الدول المجاورة، وهذا يعني هذه النتيجة التي كان يطالب فيها الحراك النسائي في السعودية منذ وقت طويل. لذلك يعني هذه المجتمعات يعني لا يمكن أن نأخذها كمعيار أو أن يقاس عليها للمجتمعات الأخرى، ولكن يعني نتحدث بشكل أساسي بأن هناك يعني حاجة دائما للتطور. لا يمكن أبدا أن نقول بأن هناك
ألو، تسمعونني؟ نعم أسمعك وأرجو الاختصار، تفضلي. طيب نتواصل معك، نكمل معك أستاذة كندا. يعني هناك رأي وليست مساحته قليلة في العالم العربي، في الوطن العربي، في الدول العربية، بأن الحديث عن حقوق المرأة وقضايا المرأة هي قضية لا تعبر عن حاجة مجتمعية عربية أصيلة، بقدر ما هي يعني استسلام للأفكار الغربية الواردة وميل للعاصفة الغربية ومحاكاة للغرب، وإلا لا يوجد هناك أصلا أزمة بالنسبة لموضوع المرأة العربية. إلى أي مدى توافقين على هذا الطرح؟ مع الأسف هذا الطرح أصبح أحيانا شماعة للتهرب من المسؤولية وللتهرب من مواجهة الواقع، وواقعنا العربي والإسلامي ليس واقع مبهج ولا واقع إيجابي أبدا بالنسبة لوضع النساء. ما نحتاجه مراجعات محلية، ما نحتاجه مراجعات عربية ذاتية تنطلق من إيماننا بوجود مشكلة أساسا، لأن هذا قضية المرأة أصبحت الثغر أو أصبحت الفجوة التي يتم من خلالها اختراق المجتمع، يتم من خلالها اختراق السياسات وإجبار الدول على تقديم تنازلات. لو إن لم نعد صياغة أولوياتنا وندرس واقعنا بشكل ونقف بمراجعات صريحة، واقع المرأة الآن واقع سيء، هناك الكثير من المشاكل تعانيها على الصعيد الاجتماعي والقانوني والسياسي والحقوقي والتعليمي. إذا لم نقد نحن كمجتمعات عربية عملية التغيير والتغيير الإيجابي بناء على منطلقاتنا وهويتنا وتصوراتنا، ونضع لنا تصور حقيقي كيف يجب أن يكون وضع المرأة وكيف يجب أن تكون مساحة مشاركتها، سوف تأتي قوة من الخارج تجبرنا على وضع أو تغيير أو حرف هذه القضية واستثمارها في إعادة صياغة المجتمع لا في بنائه. هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها. إن لم نقم نحن كعرب ومسلمين وبلدان تهتم ولها خصوصيات ثقافية بحمل الراية والمطالبة بحق النساء برؤيتنا الشخصية وبرؤيتنا التي تحترم الثقافة، ستفترض علينا رؤية خارجية تعيد صياغة المجتمع بشكل هجين، فلا هو يعد مجتمع عربي ولا يعد مجتمع إسلامي ولا يعد حتى مجتمع غربي، وإنما مجتمع مشوه تستخدم فيه النساء كأداة لضرب هذا المجتمع وتغييره. طيب أستاذة زينب، يعني الآن على قاعدة المبدأ الفيزيائي كل فعل وله ردة فعل، لكن في الحالة العربية ربما يعني خالفت المنطق الفيزيائي. الفعل الدعوة إلى تحرير المرأة وإلى اكتسابها حقوقها كان له ردة فعل عكسية أقوى من الفعل نفسه، ممثلة بنشوء الحركة النسوية المتطرفة حقيقة، يعني كما توصف في المجتمعات العربية. كيف يمكن تمثيل حقوق المرأة ودورها الطبيعي في المجتمع العربي ضمن الموروث الثقافي؟ كيف يمكن الموازنة بين هذه الحركة النسوية التي تتهم بأنها متطرفة تريد أن تذهب بها بعيدا، وبين الموروثات، بعض الموروثات القبلية التي تقمع المرأة ويعني تمنعها من أبسط حقوقها؟ هي في حقيقة الأمر الإشكالية يوجد ولا يمكن إنكارها، كما أشارت الأخت، ليس يعني الواقع العربي ليس بمبهج، ونحن لا نتحدث عن مشكلة من ضرب الخيار ولكنها موجودة، ولكن الإشكالية هي كيفية التعامل مع هذه المشكلة. أنا في رأيي المسألة تتوقف على وعي المرأة أو الرجل، وعي المواطن العربي أو الفرد العربي بأصل المشكلة وكيفية التعامل مع المشكلة وكيفية إيجاد حل المشكلة، وليس فقط باستجلاب النماذج المبطنة التي يراد منها إسقاطات خيارات مجتمعية على المجتمع. إذا أردنا أن نجد حل لهذه الإشكالية، وهي كانت موجودة يعني في مجتمعاتنا العربية قديما، كانت يوجد مشكلة مرأة، يعني يوجد في الجاهلية وأد البنت، وكان يوجد حرمانها الميراث، وكان يوجد أنها تعتبر أقل درجة من الرجل، مثل ما كانت موجودة في تلك الفترة في كل الحضارات سواء الصينية أو الهندية أو حتى الغربية. يعني يخشى على قاعدة الفعل ورد الفعل أيضا أستاذة زينب، يخشى من أن هذه الحركة النسوية التي تذهب بعيدا أن يقابلها رد فعل فيزداد قمع المرأة في المجتمع. هو محصل الآن أن هذه الدعوات تحرير المرأة أصبح الفرد العربي يتخوف منها ويرى أنها دعوات للمثلية ودعوات للمساكنة خارج إطار الزواج ودعوات للتحرر من الروابط الدينية، أصبحت مع الأسف الشديد مرتبطة. كيف يمكن الموازنة بين هذا وذاك؟ الموازنة، أول شيء الحركة النسوية يجب أن تعي جدا أنها
أضرت بمشروع تحرير المرأة من خلال الوقوف في هذه الزاوية. مثلا أذكر لك أن الحركة النسوية نساء ديمقراطية في تونس قبل الثورة طلبنا بن علي بمنع الحجاب، هو كان يمنع الحجاب ولكنها في تونس قبل الثورة نعاد، فرفعنا يعني رفعنا بيانا يدعون فيه بن علي للأخذ أكثر بحسامة في منشور تطبيق منع الحجاب. فأصبحت يعني صورتهن في المجتمع ليست صورة يعني براقة، خاصة لدى المحجبات. فالحركة النسوية أنتهي بهذه بأصل المشكلة، أن هذا التطرف سوف يحمل إلى تطرف مقابل، وأن كل أن دعوات تحرير المرأة ستضيع المرأة بين تطرفين. أكيد سوف تضيع المرأة، وسوف تضيع حتى دعوات تحرير المرأة، لأن في الواقع الأمر هي يوجد مشكلة، ولكن يوجد عدم يعني عدم عقلانية في التعامل مع هذه المشكلة. يجب أن ننطلق من خلال لا يوجد أي إصلاح مجتمعي أفلح ولم ينطلق من المنطلقات الاجتماعية وسياقاتها المجتمعية والصيرورة الاجتماعية. إذا أردنا المرأة أن تنهض في بيئتها العربية عليها أن تنطلق من المحددات الأساسية للمجتمع العربي والإسلامي، وأن تنفتح على بقية نظيراتها العربيات، ولكن من خلال خصوصيتها هي وليس من خصوصيات الأخريات. أشكرك. العفو. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام في الاستوديو كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري، وزينب الخنيسي الباحثة المتخصصة في قضية الشرق الأوسط، وعبر سكايب من عمان في الأردن الأستاذة إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.